طب انا مش عايزه اروح الجامعه عشان الموضوع اياه. انت بقى مالك في ايه؟ في حاجه حصلت في الشغل؟ لا خالص، طلع فاكسين طالبين مني بروجكت كده معرفتش اعمله، مش حاساه اصلا. كده كده شغلي مش عاجبهم خلاص. يخرب عقلك، مش دي شركة ابك اللي كنتي هتموتي وتشتغلي فيها؟ ايه اللي حصل؟ طلعوا ناس وسخه. خلاص ربك والحق، انا كنت عارفه ان البت نوع دي مش هتجيب لك شغلانه بثلاثه تعريفة عشان تبي تسمعي كلامي. طب قومي شوفي مين بيخبط وبطلي رغي. فندم 100 مره اقول لك لما اكلمك ايه بيرد على امي. هي البجاحه حصلت انك تيجي لحد هنا؟ ايه ده ايه ده، في ايه؟ مين الاخ؟ عريسي يا حبيبتي. لا بجد انسه منا صح؟ هو انت هتقعد ترغي وتاخد وتدي وتتكلم؟ انت لو ما مشيتش من هنا دلوقتي اقسم بالله العظيم هلم عليك الحته كلها واقول انك بتعكس. وطي صوتك يا متخلفه انت، خلصي. تعالى اتفضل انكس. يبقى مامتك كان عندها حق، من هي العقل. اتفضلي. هو انت كمان دخلتي البيت؟ ما تتهدي وتخرسي، عايزين نشوف الاخ ده عايز ايه، واحمدي ربنا سماح مش موجوده كان زماننا اتجرس لنا. اؤمر. انا عايز اقابل نعيمه. نعيمه مش موجوده، نعيمه مسافره. لا يا شيخ. او ربنا، ولسه هتيجي بعد بكره. قول لي بقى حضرتك عايز ايه؟ مش قصدي عايز ايه مننا دلوقتي، عايز ايه في العموم؟ انا طالب القرب وقدام كل الناس. لا والله. طب قول لي الاول ايه علاقتك بساره؟ انا الاكس بتاع ساره، وهي علمت عليا بالجامد، وما اظنش يعني انك هتلاقي صور ليا على موبايلها اللي انت سرقتيه. بقى كده بس ده مش كل الكلام، باقي الكلام لما ترجعي الجامعه هشوفك في اول اسبوع. اتفقنا؟ على فكره انا كلام مامتك كان بجد مش هزار. حرقه قوي قلبت الترابيزه دي يا بنت الوراق. تعملي فيه ايه؟ ارميه في الزباله. نعم يا اخويا. الدكتور قال لي العمليه هتكلف 80,000 جنيه وانا ما اقدرش استنى. لا ما تستناش، ان شاء الله تقوم بالسلامه وتبقى زي الفل. بس انا بقى هديك الفلوس دي تحت بند ايه؟ صدقه؟ ولا فاكرني الحاج فتحي اللي بيدي الناس فلوس ومضيهم وصولات؟ ايه يا ابني؟ انت مش عايش في المنطقه هنا ولا ايه؟ خليه تحت بند البيت اللي انت هتاخده. وانت مش كده كده هيجي يوم وتخبط على الباب وتقول لي عايز بيتك؟ فرق كبير لما اخبط على بابك واقول لك عايز بيتك غير لما انت تجيلي وتقول لي عايز ابيع. بس انا ما عنديش وقت، وطالما كده كده اليوم ده هيجي خلاص خليه دلوقتي. بيتك ده ب 150,000 جنيه؟ ما انا بيتي زي بيت نعيمه والوصولات اللي معاها باكتر من 100,000. وبعدين لو عرضت بيتي على اي حد هيجيب لي اكتر من كده. خلاص روح لاي حد وشوف مين هيشتري منك. روح. زلطه زلطه. اي حاجة غير حجر يا ولا آه. انت عديت الفلوس دي كويس؟ ايوه اللي فيهم انت بس في الكيس الاسود عشان نفصلهم عن فلوس العيال. الفلوس دي ناقصه، دول 127,000. نور عايز مننا 143,000. يعني بعزقنا الفلوس في الرحلة دي مش هنعرف نسدد اللي ورانا؟ فلوس موجودة يا نعيمة ما تقلقيش، حطيهم بس انت في الكيس. طب ومدام موجودين مش كاملين ليه يا اخوي؟ ما هي دي الفكرة بقى، انت هتروحي له بحبتين الغلب بتوعك يا نعيمة وهتقولي له والله يا حاج نور احنا بعد ما بعنا ولفينا واستلفنا ما عرفتش اتصرف غير في الفلوس دي، ولو صبرت عليا شهر ولا اتنين هعرف اتصرف في الباقي كده محبوك اكتر. ولو عملهم معانا بقى وحاول بقى يتلكك بالباقي نبقى نتصرف في اي كدبه يا نعيم. لا يا اخويا هيعملهم وهيقول لي هاتي الباقي، ولو يطول يحبسني ويبيع البيت بجنيه هيعملها. وانت بتعمل ايه؟ لا دول مش سرقه يا نعيمه، ده كيف. انا مفيش فندق فيه كغردقه اللي معلمت عليه. يلا بينا. يلا سيبيهم سيبيهم. خدي عايزاهم؟ لا
يا ألف حمد لله على السلامة، نورت الحتة كلها والله. يا عم إيدك كنت بتعد الساعات أنت يا رحمة، وأنا برضه أقدر على بعدكم يا غاليين. إن شاء الله بقى ولا إيه؟ بكرة إن شاء الله نتحاسب يا حود. لا عليا الطلاق بالتلاتة ما حصل دلوقتي. إيه ولا هتفضحنا ولا إيه؟ في إيه؟ أنا مش هيجيلي نوم الليلة ده لو الحاجة في حضني. طب غور اسبقني على السطح. يلا يلا يا واد ما تتنحش، يلا يلا جاتك 60 نيلة يلا. ماشي ماشي ماشي. السلام عليكم. ازيك يا وائل؟ الحمد لله على السلامة يا ام منى. الله يسلمك. فين الحاج نور؟ حاج نور في مكانه هناك. طيب تحب نكتب قعد البيت عندك ولا نطلع فوق في التكييف؟ فلوسك معايا يا حاج. فين الوصولات؟ فلوس ايه يا ولية؟ تضرب ايه على الصبح؟ ليه كده بس يا حاج؟ ما تظبط الكلام وانت بتتكلم معانا. استنى يا غريب، مش كان في مهله بينا قدام الخلق؟ فلوسك معايا. فين ال 14 وصل بتوعي؟ جبت فلوس دي منين يا نعيم؟ لا معلش يا حاج بقى ما يخصكش، انت ليك فلوسك واحنا لينا الوصولات. ولاد الحلال كتير يا حاج، اللي بيسلفوا ويصبروا على اللي بيسلفوهم، مش كل الناس ولاد حرام. ماشي يا نعيم، وهي فين بقى الفلوس ان شاء الله؟ لا ما احنا مش مختومين على قفانا دلوقتي، انت تطلع تجيب الوصولات من فوق، تنزل تاخد فلوسك وقتي قدام الناس دي كلها. يعني حاجه تحصل كده ولا كده لا سمح الله يعني. ماشي حقكم، بس انا الوصولات مش معايا، الوصولات في السنتر. ساعة زمن وهبعت اجيبها. ساعة زمن والنبي يا حاج، عشان ما اقدرش اشيل مبلغ كبير زي ده في البيت. احنا عايشين في حماك يا حاج، يا كبير يا ابن الكبير. يلا يا كرم، ربنا على المفتري والظالم. تيجي تاكل لك لقمه يا اخو؟ لا انا هطلع رايح شويه. الحمد لله على سلامتك يا ست الكل. الله يسلمك يا حبيبتي، حشتينك. وانت كمان يا اختي. يا اختي الف الحمد لله على السلامه. ايه